عليكم خويا سعيد. وعليكم السلام خويا خالد. الجديد اخويا هادشي الجديد القديم كلشي كاين هنا في هذا الفيديو الاخوان. غادي نشرح لكم اش طرا اليوم في الايتي بالضبط قرب اخويا غدا شي بالبال اخرى ثاني هادي باينه البارح انا بعد بلا مقاوله انا سير اخويا دابا باش تعرف واحد الحاجه الشركه ديال الايتي الاخوان ما كاين لا بروبوزيون لا والو. اللي بغى يضيع اللي دار الثمن اللي درنا حنا البارح راه ضايع. علاش اخويا غنضيع راسي باش نفرح واحد؟ علاش انا كنخسر راسي كنهلك راسي باش نفرح واحد؟ الاخوان البارح انا درت لها التلفزه هذه خاويه درت ليها 980 درهم 980 درهم زين هذه درنا ليها 1399 درهم 1399 درهم ما حدي انا درت ليها 1399 درهم يعني مسلكاني انا وانا عرفت الثمن ديال الجمله ديال التلفزه شحال داير درت ليها 1399 درهم. شاف واحد عندي الكونتيكتي قال لك بلاتي نضيع داك السيد بغا يدير قل مني باش انا ندير قل منه. ما يمكنش انا الثمن اللي كندير كنصرف. انا كنحاول نتفادى المشاكل الاخوان كنحاول نتفادى عباد الله كنحاول نتفادى الفجر كندير داك الشيء. انا كندير الثمن ديالي كندير فلوس كندير 1400 كيجي واحد كيدير قل مني كيصحاب واش يروح للشبكه. الاخوان انا درت لها 1400 درهم نسيتها. جا واحد دار لها 1350 بغا يروح للشبكه وناض قال لك اسيدي بروموسيون حكا ايتيل دايره بروموسيون. الاخوان ما كاين لا بروموسيون لا والو. الشركه ديال ايتيل ما دايره لا بروموسيون لا والو. بنادم دار قل ما فهمش والجمله صاحبي جمله انت براسك جمله كتبيع على 1380 درهم وتسقيت كدير لها 1350 درهم. ما فهمتش جمله صاحبي كيفاش دار ليها بغا يدير جمله 1380 درهم كيبيع على صحابو وخوتو ب 1380 ودار ليها تسقيت 1350 كي دار ليها الله اعلم. المهم الاخوان حنا دابا خويا سعيد عطينا النقعه عطينا النقعه اخويا سي بنادم الله يسهل على كل واحد. واحد النقطه ملي كيضيع بنادم انا كنفرح ليه هذا الشيء انا كنعاونو الله يسهل عليه. هذا الاخوان حنا كنتسناوكم تزيدوا تطيحوا في الثمن تبارك الله عليكم. والله ما نطيح عليك دير لي 1300 درهم سلكك الله يسهل عليك. هذيك الخاويه دير لها 900 درهم سلكك الله يسخر لك. هذه الاخوان 1400 درهم 1400 درهم. هذا ماشي موضوع ماشي موضوعنا ماشي على الشركه الجايه اليوم. جبنا لكم عاوتاني الاخوان كل شوف نجيب لكم الشركات كاملين كاين سامسونج تي سي ال اي جي اللي بغيتي نجيبو اليوم كاينه تي سي ال. هذا الفيديو هذا الاخوان عندنا فيه تي سي ال ديال ترونتو 43 ها هي هي 43 الخوت معليش ندويو عليها الخصائص اللي جدوينا عليهم على حساب التلافز هادو خويا تشوف ليا تي سي ال تندر اخوان ها هي جوجل بلاي يعني اندرويد سميتو الموديل اين الموديل هذا اخويا سعيد 2021 هذا الاخوان راه اوريجينال فيها جوجل اوريجينال فيها كل شيء فيها نتفليكس يوتيوب فيها كل شيء الاخوان فيها بلوتوث كرون كاست هي البلوتوث فيها بلوتوث هي هذه التلفازه ديالنا الاخوان انت الصنع ديالها قرب باش ما يقولش لك شي واحد هنا صنع الصين الاخوان هذه راه صنعها بالصين مصنوعه في الصين باش ما تجيش تقول لي فين موديل هي هذه الثمن الاخوان فقط 1499 درهم داك الشيء درنا ليها في الاول يعني ما حنا ما كان الشركات راه الثمن اللي كيكون في الاول هو اللي كاين داك الشيء حنا اليوم علاش كتخسر راسك باش تفرح واحد اخر ولاش ملي كنشوف بيع واحد الكونتيتي كتخو عليه بلا ما كنقول ليه السلام ما تقول السلام اصاحبي جيب 200 حبه 300 حبه ودير لها 1350 وتفرش فرسك اش هضر عليك. المهم الاخوان هذه راه كتبقى الثمن ديالها 1400 درهم عندنا 25 قطعه الاخوان اللي جا غدا ان شاء الله غيخدي الارض واحد غدا. هذا الشيء اللي كاين الاخوان مرحبا بكم عند سعد شوف الله يبارك فيك.